اسمي محمود محمد شعبان مراد، شغال وانا قعدت 9 سنين. محمد شعبان، انا قلت له اروح معك اشتغل معك البحر احسن من المدرسه. راح قال لي خليك وانا هجيب واحد يشتغل معايا. قلت له لا يا عم، اروح اشتغل معاك احسن من الواحد اللي انت تجيب. المدرسه ما اعرفش اقرا فيها ولا فاهم كتير، كان بيهرب. كنا مش شغالين بقى هنا على طول، كنا شغالين تحت كفر اسوان. وانا رحنا بقى شغالين، وانا اشتغلت وانا عندي 6 سنين. من يومين في حملة نزلت هنا كسرت السيلان خالص، و المسطحات اجت جرت 15 صل بلا بتاع اسبوع، قعدوا من انت عندهم بتاع 5 6 ايام. الغلط ده جاي لوحدي، غير الحبال اللي انت شايفها دي جاي في اكياس. نمسكه نفرطه ونلقطه بعد كده نقصه ونروح ضربين. مش فاضل بعده بتاع حركة 10 ايام قبل ما يضرب. فبقى اللي ابن الحلال بقى يسرقهم منك انت ونصيبك. كنت بقى لسه مكلف عدة ب7000 جنيه تسرق عادي، متعرفش ايه راحت فين. نسيبه ونروح عادي. لما كنت بقى الصلاة على عدة بالليل ما فيش، احنا ما نروحش وننام جنبيها. ولما كنت في تأمين ما فيش حد بيصرف. طلع